السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وجولة جديدة، وعروضنا الأسبوعية في بندا عروض قوية جدا جدا جدا. هنشوف عروض الخمسة ريال والعشرة ريال والخمستاشر ريال في عروض بندا صيفك أوفر معانا. ولكن في البداية كده نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا. النهاردة هنقول ذكر حلو جدا، الحمد لله، نحمد الله على كل نعم ربنا علينا، وكمان نصلي بقى على سيدنا محمد، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة، ونكثر من الذكر ونقول الحمد لله. ونبدأ الجولة بقى مع بعضينا، ويلا بقى بينا نشوف أقوى عروض بندا هذا الأسبوع في كل الأقسام. هنشوف مع بعضينا عروض قوية جدا، يلا بقى بينا نشوف العروض. عرض على البطيخ باتنين ونص ريال الكيلو، البطيخ المدور في بندا الكيلو باتنين ونص، والبطيخ الطويل الكيلو باتنين خمسة وتسعين هللة. عروض البطيخ في بندا هذا الأسبوع. أقوى عروض الخمسة ريال في بندا على تفاح جلا شيلي أو أوروبي الكيلو بخمسة ريال، الكيلو بخمسة ريال تفاح جلا، عروض الخمسة ريال في بندا هذا الأسبوع. الخمسة ريال في بند هذا الأسبوع على الخضروات في أرع عماني أو جنوب أفريقي، الكيلو ونص بخمسة ريال بدلا من عشرة ونص. كمان في البصل بثلاثة ريال خمسة وتسعين هللة، والبصل بأربعة ريال. البطاطس عرض الخمسة ريال الاتنين كيلو بخمسة ريال بدلا من عشرة ريال، الاتنين كيلو خمسة ريال بدلا من عشرة ريال البطاطس، وعروض الخمسة ريال في بند هذا الأسبوع. عروض الخمسة ريال من عروض الخمسة ريال هذا الأسبوع في بندا، توت أزرق جنوب أفريقي العلبة 125 جرام نازلة من 7 ريال لخمسة ريال، عروض الخمسة ريال في بندا هذا الأسبوع. كمان في عرض برضو هنا على التوت الأحمر والتوت الأسود والفراولة العلبة، التوت الاحمر او التوت الاسود جنوب افريقي العلبه نازله ب 14 بدلا من 19، والفراوله نازله ب 20 بدلا من 33، في فراوله كمان هنا نازله العلبه ب 14 بدلا من 22، في العنب برضو العلبه، العنب الاخضر او العنب الابيض، مكتوب عنب ابيض يا جماعه، عنب ابيض ب 3 ريال 95 هلله، العنب الابيض ب 3 ريال 95 هلله. من اقوى عروض بندا واقوى عروض الخمسة ريال في بندا هذا الاسبوع، شرائح جبنه شيدر، شرائح جبنه شيدر اللي هي لسندوتشات البرجر او السندوتشات، الواحده 200 جرام نازله من 13 ونص ل 5 ريال، من 13 ونص ل 5 ريال، عروض اكثر من نصف السعر، عروض الخمسة ريال في بندا هذا الاسبوع. وعروض الخمسة ريال عروض بند هذا الأسبوع، عرض على الدونات، دونات بالفراولة أو الشوكولاتة العلبة فيها أربع حبات نازلة أكثر من نصف السعر بدلا من 12 ريال نازلة 5 ريال، دونات الشوكولاتة والفراولة العلبة فيها أربعة 5 ريال، وعروض الخمسة ريال أكثر من نصف السعر. عروض الواحد ريال او عروض الخمسة ريال، يعني ممكن نسميه الواحد ريال او الخمسة ريال، عرض على طحين سوبر المطاحن الاولى الخمس حبات اتنين زائد تلاتة مجانا بخمسة ريال، يعني الحبة الواحدة ريال، ولكن لازم تاخد خمسة، اتنين زائد تلاتة خمسة ريال، وعروض الخمسة ريال قوية جدا في بندا، ناس كتيرة واخد منه. لو انت محتاج طحين مطاحن الاولى الحبة الواحدة كيلو الخمس حبات نازلين بخمسة ريال. كمان عروض الطحين في عرض قوي جدا على طحين فوم منتج سعودي، الحبة الواحدة كيلو الخمس حبات بعشرة ريال، يعني الكيلو باتنين ريال، سواء الأبيض أو البر الأسود
اللي هو الدقيق البر او الدقيق الابيض، نزل الخمس حبات ب10 ريال، وعروض ال10 ريال القوية في باندا هذا الاسبوع. عروض ال5 ريال في باندا، كمان في عرض على تونة ريم اللي هي 160 جرام، الاتنين حبة نازلين من 9 ريال ل5 ريال، الواحدة 160 جرام، الاتنين حبة ب5 ريال. عرض ال5 ريال في باندا عرض على مكرونة الجود 1+1 5 ريال بدلا من 10.5. طبعا الكيس الواحد 400 جرام، او في نوع هتلاقيه 250 جرام. مكرونة كويتي الجود الاتنين حبة 1+1 مجانا 5 ريال. اقوى عروض ال10 ريال في باندا على منتجات باندا، احد منتجات باندا القوية، ملوخية مجمدة باندا ال5 حبات، الحبة الواحدة 400 جرام، نازلة ب10 ريال بدلا من 22.5. ال5 حبات ب10 ريال، ملوخية مجمدة باندا الواحد 400 جرام، 10 ريال عروض ال10 ريال. كمان في ملوخية مونتانا، ملوخية مونتانا ال3 حبات الواحد 400 جرام ب10 ريال، 3 حبات ب10 ريال بدلا من 17.85. عرض باندا حلو جدا في الملوخية المجمدة. عروض الطماطم المعلبة، طماطم مقشرة معلبة اللي هي ريم 400 جرام الواحدة، نازلة الاتنين حبة ب5 ريال 95 هللة. كمان في من عروض الطماطم المعلبة في هنا طماطم مقشرة هنا معلبة 3 حبات نازلين ب10 ريال بدلا من 12 ريال. كمان في الجميل، الجميل الواحدة 400 جرام نازل ال3 حبات من 14.85 ريال هللة ل10 ريال. كمان هنا برضو طماطم مقشرة معلبة احنا شفناها، هنا في نوعين، نوع اللي هي مقطعة وفي نوع اللي هي مقشرة، برضو ال3 حبات 10 ريال سواء مقطعة او مقشرة، 3 حبات 10 ريال. عروض ال5 ريال في باندا هذا الاسبوع، عرض على قشطة معلبة بوك، شبيهة قشطة معلبة بوك، الواحدة 160 جرام، نازل الاتنين حبة من 9 ريال نازلين 5 ريال. اقوى عروض باندا هذا الاسبوع عروض ال5 ريال، الاتنين حبة ب5 ريال، شبيهة قشطة بوك الواحدة 160 جرام. عروض ال5 ريال في باندا هذا الاسبوع، عرض على حليب مبخر لونة، حليب مبخر لونة نازل الاتنين حبة ب5 ريال، الواحدة 170 جرام، العرض نازل من 7 ريال ل5 ريال الاتنين حبة، يعني الواحدة ب2.5. من عروض ال5 ريال عرض على جبنة بالزبدة زينة، جبنة فيتا بالزبدة زينة، 250 جرام، يعني الربع كيلو ب5 ريال، يعني النص كيلو ب10 ريال، يعني الكيلو ب20 ريال. دي برضو من عروض ال5 ريال في باندا هذا الاسبوع. من عروض ال5 ريال في باندا عرض على زبدة غير مملحة، زبدة غير مملحة اللي هي تتباع بالكيلو، نازلة 500 جرام، يعني النص كيلو ب5 ريال، يعني الكيلو ب10 ريال، زبدة غير مملحة فونتا بيور تتباع بالكيلو 5 ريال. عروض ال5 ريال على خل بيدر، خل بيدر خل طبيعي، نزل الاتنين عبوة او الاتنين حبة نازلين ب5 ريال، الواحدة 373 ملي. عروض ال5 ريال في باندا عرض على بيدر صلصة البيتزا 236 ملي، نازلة من 6.95 ريال هللة ل5.95 ريال هللة. الناس اللي محتاجة صلصة بيتزا يا جماعة، عرض على صلصة البيتزا اللي هي بيدر 5.95 ريال هللة. عروض ال5 ريال في باندا في طبق الكبدة اللي هو التنمية 450 جرام، نازل ب5 ريال وربع،
كمان الألو ب450 جرام برضو نازل ب4.5 ريال بدلا من 9 ريال. كمان في طبق الكبدة اللي هو الفروج الذهبي 400 جرام نازل ب6 ريال أو 5 ريال 95 هرلة 400 جرام. وكمان الأوانس دي 350 جرام نازل ب5 ريال 95 هرلة بدلا من 9 ريال وربع أو بدلا من 8 ريال وربع بدلا من 9 ريال وربع نازل 5 ريال 95 هرلة اللي هو الكبدة أو الأوانس. عروض 5 ريال في بند عرض على فشار البطل كل الأنواع اللي هو 140 جرام. في فشار البطل هنا الكراميل والملح، وفي فشار البطل اللي هو بسكوت الشوكولاتة اللي قدامنا ده، في فشار البطل اللي هو بالكراميل بالقهوة، يعني في أنواع كتيرة جدا. الواحد 140 جرام نازل من 7.5 ل5 ريال، 7.5 نازل 5 ريال. عروض الشعرية، في شعرية محمصة باكستانية الكيس 150 جرام نازل الثلاث حبات من 9 ريال ل5 ريال 95 هرلة، 5 ريال 95 هرلة الثلاث حبات. عروض 5 ريال في بندا ومنتجات بندا القوية الأسبوع ده، منتجات بندا كلها نازلة عروض حلوة جدا، أكثر من نصف السعر على منظف الزجاج. منظف الزجاج بندا نازل من 13 ريال ل5 ريال، اكثر من نصف السعر. ان في نوع بنفسجي وفي نوع اخضر زي ما احنا شايفين، كل الانواع نازله 5 ريال بدلا من 13 ريال. هنا اقوى عروض 5 ريال هذا الاسبوع في بندا عرض على منظف الحمام اللي هو جيف 500 ملي، نازل من 10 ريال ل5 ريال. عروض 5 ريال وعروض نصف السعر، جيف منظف حمام 500 ملي 5 ريال بدلا من 10 ريال. من اقوى عروض 5 ريال كمان عرض على العملاق جيل منظف بالليمون 600 جرام، 600 جرام نازل من 12 ريال ل5 ريال، اكثر من نصف السعر. العملاق جيل منظف بالليمون 600 جرام من 12 ريال نازل 5 ريال. عروض 5 ريال في بندا عرض على اسفنجة للتنظيف باسم بندا، فيها 10 حبات، فيها 10 قطع، نازلة من 11 ريال او من 10 ريال 95 هلله نازلة 5 ريال. عروض 5 ريال على منتجات بندا يا جماعة، منتجات بندا نازلة عروض حلوة جدا الاسبوع ده. كمان في برضو اسفنج للتنظيف برضو اللي هو موج 9 حبات، ده نازل برضو ب5 ريال بدلا من 15 ريال. عروض 5 ريال على الكريمات، في كريم شعر اللي هو الباراشوت متنوع 140 ملي نازل من 11 ريال ل5 ريال، من 11 ريال نازل 5 ريال كريم شعر. كمان من عروض 5 ريال في عرض على جيل شعر 500 ملي، شفاء، اسمه شفاء، ده شكله هو شفاء، ده نازل يا جماعة، ده 500 ملي نازل من 14 ريال ل5 ريال. عروض 5 ريال القوية جدا على جيل الشعر شفاء 500 ملي نازل ب5 ريال. وكمان عرض على كريم الشعر اللي هو البرشوت ده 140 مللي نازل ب5 ريال. عروض 5 ريال في عرض على معجون اسنان كولجيت، معجون اسنان كولجيت نازل اللي هو 125 مللي نازل من 9 ريال ل5 ريال، من 9 ريال نازل 5 ريال. عروض 5 ريال في بند هذا الاسبوع على معجون الاسنان. عروض 10 ريال في بندا عرض على مايونيز هنا، مايونيز هنا نازل ب10 ريال، 1 لتر الحجم بتاعه 1 لتر نازل من 17 ل10 ريال، وعروض 10 ريال في بندا هذا الاسبوع. عروض 10 ريال عرض على بسكوت اولكر بالشوكولاتة، الباكت نازل من 14 ريال ل10 ريال، بسكوت اولكر اللي هو ساندويتش بالشوكولاته، الباكت فيه كام؟ الباكت فيه 20 حبه،
الحبة الواحدة 22.5 جرام، نازلة من عروض 10 ريال الأسبوع ده في باندا. عرض 10 ريال في باندا هذا الأسبوع عرض على رنجة مدخنة زينة، أو رنجة هي طبعا كلها زينة دي، سمك رنجة مدخن زينة 250 جرام، نازل ب10.95 ريال اللي هو ربع كيلو أو 250 جرام. كمان من عروض 10 ريال عرض على زيتون أسود أو أخضر، نازل النص كيلو أو 500 جرام ب10 ريال بدلا من 12.5، يعني الكيلو ب20، لكن هنا العروض نازل نص كيلو ب10 ريال. عروض 10 ريال في بند هذا الأسبوع عرض على قطع دجاج مشكلة التنمية، الطبق 800 جرام، نازل ب10 ريال زي ما احنا شايفين، وناس كتيرة واخدة منه. قطع دجاج مشكلة التنمية 800 جرام، نازل ب10 ريال. من أقوى عروض 10 ريال في بند هذا الأسبوع عرض على جبنة فيتا اللي هي 200 جرام، الاتنين حبة نازلين من 12 ل10 ريال اللي هي 200 جرام. كمان في اللي هي فيتا، جبنة فيتا اللي هي 500 جرام، الاتنين حبة نازلين ب20 ريال، يعني الواحدة ب10 ريال، ولكن هنا لازم تاخد اتنين مع بعض. عروض الجبنة الفيتا في بند هذا الأسبوع، كمان في جبنة فيتا البقرات الثلاثة اللي هي 200 جرام، الاتنين حبة ب9 ريال بدلا من 10.5، 9 ريال بدلا من 10.5 اللي هي البقرات الثلاثة. عروض الجبن الفيتا وعروض 10 ريال في بند هذا الأسبوع. عروض 10 ريال في بند هذا الأسبوع عرض على عصير الصافي، عصير طازج الصافي 1.5 لتر، نازل من 13 ريال ل9.95 ريال الحبة الواحدة، كل الأنواع منه، متنوع كل الأنواع. عروض 10 ريال في باندا وعروض منتجات باندا القوية جدا. عروض 10 ريال على فشار المايكرويف باندا، الحبة 247 جرام، في انواع كتيرة جدا، في نوع بالزبدة، في نوع بالجبنة، في نوع بالملح. الحبة الواحدة نازلة ب10 ريال بدلا من 13 ريال. فشار المايكرويف باسم باندا، بالزبدة، بالجبنة، بالملح. عروض 10 ريال على كرتون بطاطس البطل، الكرتون فيه 12 حبة، الحبة الواحدة 23 جرام، نازل ب10 ريال بدلا من 14.5. عروض 10 ريال في بند على الشوكولاتة اللي هي شوكولاتة جالاكسي، شكل اي 4 حبات، الواحدة 40 جرام، شكل اي 4 حبات ب10 ريال بدلا من 15 ريال او بدلا من 16 ريال. كل انواع الشوكولاتة اي 4 حبات ب10 ريال. عروض 10 ريال في باندا هذا الاسبوع. كمان عروض الشوكولاتة وعروض 10 ريال في عرض على شوكولاتة اللي هي باونتي، ال4 حبات برضو بدلا من 16 نازلين 10 ريال. كمان في مارس برضو ال4 حبات بدلا من 15.80 هللة نازلين 10 ريال. باونتي ومارس، وفي سنيكر برضو، هتلاقوا سنيكر وهتلاقوا جالاكسي، كل ده نازل ال4 ب10 ريال. عروض 10 ريال على بسكوت الشاي، بسكوت الشاي اللي هو الميمروز، ده نازل برضو الكرتون او العبوة الواحدة نازلة من 13.80 ريال ل10 ريال، وزي ما احنا شايفين ناس كتير واخدة منه. هو بسكوت الشاي اللي هو ميمروز 10 ريال العلبة الواحدة. عروض 10 ريال في بند هذا الأسبوع عرض على لبنة المراعي اللي هي 400 جرام، نازل الحبة من 14 ريال ل10 ريال، ناس كتير واخدة منها زي ما احنا شايفين. لبنة المراعي
كاملة الدسم 10 ريال بدلا من 14 ريال. عروض المكرونة في باندا وعروض ال10 ريال في مكرونة ميزة، الكيس الواحد 400 جرام، كل الأنواع 4 زائد 1 يعني ال5 حبات نازلين ب10 ريال، يعني كده الكيس ب2 ريال. كمان في عرض على مكرونة إيطاليانو ال3 حبات ال1 400 جرام نازل من 15 ريال ل9 ريال أو 8 ريال 95 هللة. عروض التونة وعروض ال10 ريال في بند هذا الأسبوع، نازل عرض على تونة ميزة اللي هي 80 جرام، 80 جرام ال3 حبات من 13.5 نازلين 10 ريال. في كمان تونة ميزة اللي هي 170 جرام ال2 حبة 10 ريال بدلا من 16 ريال. كمان في عرض من عروض ال10 ريال على تونة باندا اللي هي 80 جرام، 80 جرام نازل ال3 حبات من 16.5 ل10 ريال، من 16.5 نازلة 10 ريال. كمان في عرض على تونة ألوها اللي هي الخضرة دي، الواحدة 165 جرام ال2 حبة نازلين من 12.5 ل10 ريال. كمان من عروض ال10 ريال في بلدة على التونة، عرض على تونة بليميز اللي هي 170 جرام، ال2 حبة نازلين من 15 ل10 ريال 95 هللة. كمان في بليميز اللي هي 80 جرام، ال3 حبات من 13.5 نازلين 10 ريال. كمان في عرض على تونة الخير اللي هي 80 جرام نازلة ال2 حبة من 13 ل10 ريال، واللي هي 95 جرام ب13 ريال بدلا من 16 ريال. عروض التونة عروض ال10 ريال. كمان في عرض على تونة هنا اللي هي 185 جرام في زيت دوار الشمس، نازلة ال2 ب10 ريال 95 هللة بدلا من 14.5. كمان في عرض على تونة الخير اللي هي ترينا اللي هي للسندوتشات دي، الواحدة 80 جرام نازل ال2 حبة ب10 ريال، ال2 حبة 10 ريال. عروض الاندومي اللي هو العلبة 60 جرام نازل ال4 حبات من 12 ريال ل9.5 كل الانواع نازل ال4 حبات ب9.5. عروض الفول المدمس المعلب في بند هذا الاسبوع، عروض ال10 ريال. في هنا فول مدمس سادة امريكانا، ال1 400 جرام نازل ال4 حبات من 18 ريال ل10 ريال 95 هلل. كمان في عرض على فول مدمس باندا، ال1 450 جرام نازل ال5 من 17.5 ل10 ريال، من 17.5 ل10 ريال فول مدمس باندا. كمان من عروض الفول المدمس في حدائق كاليفورنيا، حدائق كاليفورنيا ال3 حبات ال1 450 جرام نازل ال3 ب10 ريال بدلا من 12.75. فول مدمس حدائق كاليفورنيا بالخلطات والمقشور والهوا بالخلطة نازل ال3 حبات ب10 ريال بدلا من في نوع نازل من 16.5 ل10 ريال، يعني كل الانواع نازل 10 ريال. النوع في نوع نازل من 21 ل10، من 16.5 ل10، ومن 12 ل75 هلل، يعني كل الانواع من حدائق كاليفورنيا السادة او بالخلطات ال3 حبات 10 ريال. عروض الفول المدمس المعلب في بند هذا الاسبوع، عروض ال10 ريال. عروض الذرة المعلبة في باندا وعروض ال10 ريال. في عرض على ذرة باندا اللي هي 340 جرام نزل الثلاثة من 16.5 ل10 ريال 95 هللة، 10 ريال 95 هللة. كمان في عرض على ذرة اللي هي حدائق كاليفورنيا اللي هي 400 جرام نزل ال3 حبات 10 ريال بدلا من 14 ريال 95 هللة، اللي هي 400 جرام حدائق كاليفورنيا و400 جرام كمان امريكانا، 3 حبات برضو نازلين ب10 ريال، يعني سواء امريكانا او حدائق كاليفورنيا اللي هي 400 جرام نازلة 10 ريال. كمان في امريكانا اللي هي 200 جرام ال4 حبات نازلة 10 ريال 95 هللة بدلا من 14 ريال. عروض الذرة
في بندا هذا الأسبوع، كمان في عرض هنا على الذرة العملاق الأخضر بدون سكر مضاف، نزل الحبة الواحدة ب7.95 ريال هلله بدلا من 9.5 اللي هي 340 جرام. عروض الذرة في بندا هذا الأسبوع. كمان من عروض ال10 ريال في بندا عروض المخلل المعلب، في مخلل بيدر مخلل مشكل، العلبة 660 جرام نازلة من 12.5 ل10 ريال. كمان في بيدر مخلل خيار نازل من 14 ريال ل10 ريال نفس الحجم اللي هو 660 جرام. كمان من عروض ال10 ريال في عرض على حمص بندا اللي هو 450 جرام، الاربع حبات نازلين 10 ريال بدلا من 11 ريال و80 هللة. كمان في عرض على بازلاء بندا، بازلاء معلبة، نازل الاربع حبات برضو 10 ريال بدلا من 11 ريال و80 هللة. كمان في هنا عرض على حمص امريكانا، حمص امريكانا 400 جرام نازل من 9 ريال ل2 حبة ل7.5. كمان من عروض ال10 ريال على منتجات باندا برضو في الفاصوليا البيضاء، فاصوليا بيضاء باندا الاربع حبات نازلين ب10 ريال بدلا من 15 ريال و80 هللة، الواحدة 450 جرام فاصوليا بيضاء. كمان في الفاصوليا الحمراء، هي الفاصوليا الحمراء هنا نازلة التلات حبات ب10 ريال، والفاصوليا المطبوخة الاربع حبات ب10 ريال، يعني في نوعين من الفاصوليا، ثلاث انواع من الفاصوليا باندا كله 450 جرام. في فاصوليا مطبوخة في الطماطم الاربع حبات نازلين من 18 ل10 ريال، الفاصوليا الحمراء الثلاث حبات نازلين من 13.5 ل10 ريال، في الفاصوليا البيضاء نازل اربع حبات 10 ريال بدلا من 15.80 هللة. كمان من عروض ال10 ريال في عرض على فطر شرائح او فطر كامل، فطر شرائح اسمه موريل 425 جرام، نازل 2 حبة 10 ريال 95 هللة بدلا من 15 ريال و90 هللة. كمان في عرض على فطر كامل هيبة 397 جرام، نازل 2 حبة من 16.5 ل10 ريال. عروض الفطر في بندا. عروض ال10 ريال في بندا عرض على ايس كريم السعودية، ايس كريم السعودية الفانيليا او الشوكولاتة او الفراولة، كل الانواع بقى، كل الانواع نازل، اللي هو الواحد لتر نازل ب10 ريال بدلا من 20 ريال، 10 ريال بدلا من 20 ريال. كمان في عرض على ايس كريم السعودية اللي هو الساندويتش، مكتوب عليه الساندويتش، الخمس حبات نازلين من 15 ريال ل10 ريال، خمس حبات نازلين ب10 ريال. عروض ال10 ريال في بند هذا الاسبوع عروض قوية جدا. عروض البطاطس المجمدة وعروض ال10 ريال، في عرض على بطاطس مجمدة اللي هي مقلية سادية 1 كيلو نازل من 16.5 ل10 ريال 95 هللة، 10 ريال 95 هللة. في نوع تاني برضو من سادية، نوع تاني من سادية نازل ب10 ريال بدلا من 13.5 اللي هو 750 جرام، ده 750 جرام ب10 ريال الكيلو، ب10 ريال 95 هللة. الافضل بقى ناخد الكيلو. عروض البطاطس المجمدة. كمان من عروض البطاطس المجمدة ومن عروض ال10 ريال في بطاطس لامب ويستون 750 جرام، نازل 10 ريال بدلا من 15.5، 750 جرام اللي هو لامب ويستون ده ب10 ريال بدلا من 15.5. كمان في من عروض ال10 ريال اللي هي داري 1 كيلو، داري 1 كيلو نازلة ب10 ريال برضو بطاطس مجمدة. كمان داري اللي هي 2 كيلو ب20 ريال، داري 2 كيلو ب20 ريال، 1 كيلو ب10 ريال. عروض ال10 ريال في بندا في عرض على مناديل ماكس رول اللي هي اسمها سيتي، صناعة سعودية، نزل العرض من 17 ريال ل10 ريال، 10 ريال بدلا من 17 ريال. من اقوى عروض منتجات بندا واقوى عروض بندا هذا الاسبوع عرض على مناديل بيضاء ناعمة بندا، مناديل للوجه،
الباكت فيه 6، العلبة الواحدة فيها 90 منديل، نازلة من 20 ل10 ريال عروض نصف السعر، نازلة من 20 ريال ل10 ريال عروض ال10 ريال على منتجات بند الأسبوع ده. منتجات بند نازلة كلها عروض حلوة جدا. مناديل باندا 10 ريال بدلا من 20 ريال. عروض ال10 ريال في باندا هذا الأسبوع، عرض إلحقها قبل ما تروح على منظف متعدد الاستخدام. باندا الحجم 2 كيلو، نازل من 21 إلى 10 ريال، 10 ريال عرض قوي جدا. كمان في من عروض المنظفات هنا منظف حمام اللي هو هير باك متنوع 500 ملي، نازل من 18 ريال ل10 ريال، عروض ال10 ريال في باندا هذا الأسبوع. كمان من عروض ال10 ريال هنا في غسول اليدين، غسول اليدين اللي هو ديتول 200 ملي، الحبة الواحدة نازلة من 21 ل10 ريال، أكثر من نصف السعر. في كمان برضو غسول اليدين اللي هو دوف 250 ملي، نازل من 19 ريال ل10 ريال، يعني في دوف وفي ديتول نازل ب10 ريال. كمان في جونسون 400 ملي أو 500 ملي، نازل من 28 ل10 ريال وعرض قوي جدا على جونسون. عروض ال10 ريال يا جماعة عروض قوية جدا. في كمان نوع تاني غسول يدين برضو هنا بريز، نازل من 17.5 ل10 ريال وعروض ال10 ريال على غسول اليدين. يبقى في هنا جونسون، في ديتول، في دوف، كل ده نازل 10 ريال. كمان في لوكس كمان 250 ملي نازل من 19 ريال ل10 ريال، غسول اليدين. باندا ب 15 ريال باندا 500 ملي نازل ب 15 ريال بدلا من 20 ريال. كمان من عروض ال10 ريال هنا في عرض على صابون دروب، صابون دروب كل الانواع منه نازل من 21.5 ل10 ريال، 6 حبات، الحبة الواحدة 120 جرام، نازل الباكت من 21.5 ل10 ريال، عروض الصابون كمان نازلة 10 ريال كل الانواع منه. طبعا في انواع كتير منه، طبعا الباكت فيه 6، الواحد 120 جرام. كمان عروض ال10 ريال على الكريمات، كريمات الشعر، في كريم شعر سان سيلك 275 ملي، كل الانواع منه سان سيلك، نازل من 18.95 او من 19 نازل 10 ريال 95 هللة. كمان في فاتيكا 140 ملي، نازل من 11 ريال ل10 ريال، من 11 ريال ل10 ريال اللي هو 140 ملي. فاتيكا اللي هو 210 ملي نازل ب 15 ريال، من 15 ريال. كمان عروض ال10 ريال على زيت الشعر اللي هو فاتيكا اللي هو 200 ملي، نازل من 15.25 ل10 ريال، وزيت الشعر اللي هو 300 ملي نازل ب 15 بدلا من 19.5. يعني في نوعين كده من زيت الشعر اللي هو فاتيكا، في نوع 200 ملي ده نازل ب 10 ريال وفي نوع 300 ملي هتلاقيه ب 15 ريال. كمان اللي هو برضو زيت الشعر الباراشوت ده نازل برضو 300 ملي ب 15 ريال نازل ب 15 ريال. عروض ال 10 ريال على غسول الجسم اللي هو جونسون 400 ملي، نازل من 33 ل10 ريال، من 33 نازل 10 ريال، كل الانواع منه اللي هو جونسون ده، كل الانواع اللي هو 400 ملي نازل 10 ريال. عروض ال10 ريال على شامبو او بلسم صن سلك اللي هو 400 ملي، شامبو بلسم صن سلك اللي هو 400 ملي، كل الانواع، كل الانواع منه نازل ب10 ريال. في نوع تاني 700 ملي ده نازل ب15 بدلا من 33، عرض اكثر من نصف السعر، عروض نصف السعر وعروض ال10 ريال على شامبو صن سلك. كمان في عرض على شامبو اللي هو بيرت بلس 400 ملي نازل من 22 ل10 ريال، من 22 نازل 10 ريال عروض ال10 ريال في الشامبوهات.
كمان عروض ال10 ريال برضو في الشامبو، في شامبو اللي هو سيرو، سيرو ده شامبو 750 ملي نازل من 17 ل10 ريال، من 17 ل10 ريال. عروض الشامبوهات اللي هي اكثر من نصف السعر، شامبو اللي هو كلير، شامبو كلير 700 ملي نازل اكثر من نصف السعر، يعني نازل من 42 ل15 ريال. كل الانواع منه من 42 نازل 15 ريال. كمان من عروض ال10 ريال في بندا عرض على شامبو الاطفال اللي هو جونسون اللي هو 200 ملي، نازل من 16 ريال ل10 ريال الحبة، الواحدة كامل واحدة 200 ملي، نازل من 16 ريال ل10 ريال، وعروض ال10 ريال في بند هذا الأسبوع. عروض ال10 ريال على جيل الشعر اللي هو جيل فاتيكا 250 ملي، نازل من 11 ريال ل10 ريال، نازل يعني نازل 1 ريال فقط. جيل الشعر اللي هو فاتيكا 250 ملي نازل ب10 ريال. عروض ال10 ريال في بند هذا الاسبوع على غسول الفم اللي هو كلوز اب 300 ملي، نازل من 23 ل10 ريال. كلوز اب اللي هو 300 ملي، من 23 ريال نازل 10 ريال. كل انواع، في نوع اخضر ونوع احمر ونوع ازرق، كل الانواع 300 ملي نازل 10 ريال بدلا من 23 ريال. عرض ال10 ريال في بندا عرض على معطر جو اير ويك، اسمه اير ويك، الواحده 300 ملي نازله من 19 ل10 ريال. كل الانواع منها من 19 نازله 10 ريال، في الفانيليا والياسمين، في انواع كتيره جدا، والليمون والورد. كمان برضو في من عروض ال10 ريال او عروض الحقها قبل ما تروح برضو على المعطر، في معطر اللي هو جليد ده نازل من 17 ل10 ريال، كل الانواع برضو منه نازل ب10 ريال، 300 ملي برضو الواحده 300 ملي. عروض ال10 ريال في بند هذا الاسبوع. عروض ال10 ريال في بند على فوط صحيه صوفي بالاجنحه، طبعا العلبة الواحدة فيها 30 زائد 6 مجانا، يعني 36 حبة، نازلة من 18.5 ل10 ريال، من 18.5 ل10 ريال. فوط صحية صوفي 36 حبة، نازلة عرض حلو جدا، من 18.5 نازلة 10 ريال. كمان في عرض على فوط صحية اللي هي 30 زائد 10 اللي هي 40 حبة، صوفي اللي هي الحجم الكبير 3 زائد 1 مجانا، نازل 10 ريال بدلا من 16، بدلا من 16.5، اللي هي صوفي 10 فوط مجانا، يعني 30 زائد 10 20 كام، 30 زائد 10 يعني 40 حبة، برضو نازل عليها عرض 10 ريال. عروض ال10 ريال في بند هذا الاسبوع عرض على الزيوت، زيت حياء ولي النخيل للطبخ والقلي من الزيوت النباتية، لتر ونص الحبة الواحدة نازل نصف السعر، 10 ريال 95 هللة بدلا من 20 ريال.